ده يقودنا لحاجة تانية وهو الحكم على كيروش نفسه. يعني الحكم على كيروش في كأس الأمم الأفريقية، هل الراجل لو ما وصلش نهائي أو قبل نهائي هيتم إقالته؟ ده معناه إن هو فشل ولا على حسب أنت هتواجه مين وأدائك عامل إزاي؟ يعني مثلا لو أنت بتلاعب الجزائر في دور الثمانية، خرجت من دور الثمانية، هل هيبقى هنا محكوم على الراجل بالفشل ولا لا الحسبة مش كده؟ لا الحسبة مش هيبقى فيه وقت أصلا. انت ما عندكش وقت انك تقيل مدير فني. لو انت كنت عايز تقيل كنت تاخد قرارك من البطوله العربيه اللي هو كاس العرب، كان من هنا ممكن تاخد قرار، لان كمان القائمه كان فيها استبعاد لبعض اللعيبه الكتير اللي كانت بتشارك اصلا اساسي في كاس العرب. فالنهارده انت اصلا ودي مش واخدهم معاك، فبالتبعيه او بالتالي او بالمنطق انك كان لازم تقيل الراجل من ساعتها، لكن اديته الفرصه ومساندين ليه لغايه اخر البطوله الكامل اللي في الكاميرون. يعني انت حتى ساعتها انت حتى لو هو ما حققش نجاح هيكمل؟ اه هيكمل، لان هو رقم واحد جاي قايل لهم في اتحاد الكوره اللي هو السابق ده. بس اللي بيتقال حاجه واللي بيحصل حاجه ثانيه، ده موضوع ثاني. لا السابق حاجه، خرجنا لا قدر الله خرجنا من الدور الاول مثلا، الا لو في قرار بقى مسؤول كبير اتكلم، لان في النهايه انت دي بلد بتتكلم في منتخب مصر. النهارده لو خرج من الادوار الاولانيه مثلا، لا خلاص شكرا ومع السلامه، حتى لو في شرط جزائي، لان هو الراجل جاي على تصفيات كاس العالم. لكن كلام الكوره حتى لو هو فشل مثلا خرج من دور الثمانيه هيكمل حتى تصفيات كاس العالم. هيكمل هيديله ثقه ان هو يكمل، ان هو الطموح بتاع منتخب مصر اكتر انك توصل كاس عالم.